احنا هنا في عيادات اجيال بنقدم خدمه تحديد نوع جنين. طبعا الحالات دي بتجيلنا بشكل يومي، كذا حاله كل يوم بيبقى معاها اطفال، بنات او اولاد، وعايزه الجنس الاخر او عايزه تحدد نوع الجنين او تحديد الجنس الاخر. للاسف في مفاهيم خاطئه كبيره جدا جدا، ان الاكل او الشرب او وقت معين من العلاقه او وضع معين من العلاقه ده ممكن يزود فرصه ان الحاله تحمل طبيعي بشكل طبيعي في جنين ولد او بنت، او يعني تقدر عن طريق الطريقه دي تحدد نوع جنين. وده طبعا مفهوم خاطئ تماما. الطريقه الوحيده عالميا واللي هي مفيش اي طريقه تانية يتم عن طريق تحديد نوع جنين الا عن طريق عمليه حقن مجهري مع فحوص وراثيه للاجنه. الفحص الوراثي عشان نحدد نوع الجنين بيعتمد على طبعا سن الزوجة وعلى عدد الأجنة اللي تم تخصيبها وجودة الأجنة طبعا، وبيتم الكلام ده عن طريق فحص وراثي للأجنة، يا إما عن طريق نفحص الكروموسومات اللي مسؤولة عن تحديد نوع الجنين الإكس والواي فقط، أو بنعمل فحوص شاملة لكل الكروموسومات اللي هم 46 كروموسوم اللي من ضمنهم نوع الجنين بيظهر في التحاليل ديت. وده بيتم مناقشته ومع الحالة حسب كل واحدة وسنها، وإذا كان في تاريخ سابق لأمراض وراثية أو لأ، ونسب النجاح المختلفة والفرق ما بين الاثنين. لكن مفيش حاجة اسمها 100% حمل، ومفيش حالة اسمها أنا بحمل طبيعي وبعدين إزاي ما عملش إزاي أعمل حقن مجهري ما ومحملش. لأ طبعا، نسب الحمل الطبيعية بتبقى في المتوسط 15-20%، إنما الحقن المجهري بيدينا فرصة حوالي 50% في المتوسط بالنوع اللي أنت عايزاه. فده معناه إن حتى الحقن المجهري فرصته أعلى، لأن بيتم إرجاع جنين مخصب جاهز ومعروف نوعه من الأول. ولكن ده مش معناه إن 100% حمل، لكن في فرصة كويسة للحمل. وكل نسب دي بتبقى بيتم مناقشتها مع الحالة لكل واحدة نسبتها المتوقعة، لكن مفيش حاجة اسمها 100%. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.